بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. على الرغم من مرور سنوات كتيرة قوي على وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، إلى أن محبيه ومعجبينه ما زالوا يتجمعون أمام منزله كلما حلت ذكرى وفاته في 30 مارس من كل عام. وقد أوصل عندليب قبل وفاته بأن تظل شقته مفتوحة للجمهور، وأمام شقته في الدور السابع حفرت كلمات محبيه ومعجبينه على الجدران وكأنها نقوش فرعونية. دايما كان اللي بيروح يزور شقة العندليب لازم يسيب على الجدران اللي قدام باب شقته ذكرى بيهديها للعندليب، وكتبوا خطابات على الجدران كلها إلى روحه. وأكتر الكلمات اللي كانوا بيكتبوها كانوا بياخدوا كوبليهات من أغانيه وبيهدوها لروحه. ومن أشهر الكوبليهات وأكتر الكوبليهات كمان اللي كانت بتتكتب على الجدران هي: يا فرحة كانت مالية عينيا واستكترتها الدنيا عليا. وكل اللي كتبها كان بيهديها الروح العندليب.